الجزائري أمير سعيود على موعد وجها لوجه مع الحارس هيثم جمال. كل يترقب. أمير 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 يسدد أمير، ولكن سقوط أمير على أرضية الملعب، وهنا أمير يحصل على إنذار أصفر وضاعت فرصة إحراز الهدف الخامس. إنها لقطة طريفة بالتأكيد. سدد الكرة وحكم المباراة اعتبرها أنها سددت ونفذت، وتصدى لها الحارس هيثم جمال.